مدام اسعاد يونس مثلا تبعت لي رساله واتساب لمجده بعشره 20 سنه كانوا بينهم من بعض تعامل وشغل وكذا، هل ده صح يعني؟ مثلا مدام صفاء ابو السعود مثلا، انا هلطش بقى في الكل. بس حلت الفنانه غاده نافع ابنه الفنانه مجده الصباح يضيفها على برنامج ذا انسايدر بالعربي، وتحدثت الفنانه غاده انها لديها صدمه وعاتبه على البعض بسبب عزاء الفنانه الكبيره الراحله مجده الصباح، ممن كانت تربطهم بوالدتها علاقة صداقة قوية، وعلى رأسهم الفنانة إسعاد يونس، حيث أنها أرسلت لها رسالة العزاء في والدتها عبر تطبيق الواتساب برغم العلاقة القوية والصداقة التي تربطهما ببعض لأكثر من 20 عاما. واستكملت الفنانة غادة نافع حديثها، الفنانة صفاء بالسعود لم تهتم بالعزاء في والدتي برغم صداقتها الطويلة معها، كفاية كده عشان خلطش في ناس كتير. كما تحدثت غادة عن حزنها الشديد بسبب إهمال مهرجانات تكريم والدتها لمشوارها الفني الذي امتد لأكثر من 60 عاما، وأوضحت أن الفنانة مجدة الصباحي نالت أعلى وسام وهو قلادة النيل، وأشارت إلى أن والدتها كانت تتحدث أن المهرجانات الآن تمنح التكريم لأي شخص فكانت لا تعبأ بذلك. آخر ظهور للفنانة غادة نافع من خلال مشاركتها في مسلسل ولاد مبابة بطولة الفنانة فريدة سيف النصر والفنان سعد الصغير والفنانة إيمان السيد، ودور العمل في قالب كوميدي. يذكر أن الفنانة الكبيرة مجدة الصباحي قد رحلت عن عالمنا في 16 يناير 2020 عن عمر ناهز 88 عام، حيث أقيم العزاء بمسجد عمر مكرم وسط حضور فني قليل. عزيزي المشاهد، إذا أول مرة بتشاهد قناة ثقافة ومعلومة، لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل ورقة تحياتي وتحيات أسرة الثقافة ومعلومة، تابعونا.